حيا الله الحبايب، وياكم مسام جيمز، ومثل ما وعدتكم دائما وياكم بكل شيء جديد. اليوم شلون راح نجيب الملابس الاسطوريه بالاضافه الى قناع اسطوري. هذول طبعا راح يجون بس بهذا الوقت ويروحون، فكل عليك تبع الخطوات اللي اسويها. حياكم الله ديسكورد تليجرام، لاي مساعده وصلتوا حبايبي. طبعا المهمه موجوده عندك ظاهره بالماب، واذا ما ظاهره عندك بالماب راح اشوفك شلون تخليها تظهر. لندورف سيمنتري سيرفايفر، كل عليك هنا اوبشن بلاي جوب، بعدين روك ستار كريتر، وبعدها السيرفايفر. لندورف سيمنتري حتلقى هنا المهمه طبعا دبل اكس بي عليها، وبنفس الوقت اذا خلصت المهمه راح تاخذ 100,000 جائزة، فكلش حلوة. يعني قناع إلى ملابس إلى 100,000 هذا الأسبوع خرافي. فهنا أنا تشوف هاي disable and waveless، يعني wave ما إلى نهاية، سوي disable عوفة مثل ما هو، لا تلعبي لأن هذا الويفات 10 هنا ما يخلص الويف. بعد ما ترسل لأصدقائك تسوي لانش، تبدي المهمة وراح تنزلون أنتو بمقبرة. هاي المقبرة شوية كبيرة، تركض بيها، بيها ثلج، أجواء الهالوين. هنا أول ما تنزل جهز الأسلحة اللي عندك، لأن هذا السلاح يخلص مرات ما تلحق تسوي ريلود، فتحول على السلاح الثاني. انتبه هنا، فأني خليت لك شوية من الويفات الصعبة والسهلة حتى تشوف أنت إذا هي سهلة عليك أو صعبة عليك، فتنتبه هنا. فأني خليت لك مقطع حتى تشوف شلون راح أظل سيرفايفر بهذا المود. دا تلاحظ أول شيء يبدون بالويف واحد، سهلين جدا، أصدقائك يصيرون أبطال ويروحون يركضون على الزومبي يقتلوه ويقطعوا تقطع، بس بعدين راح تشوف بالويف 5 وويف 10 وويف 7 بتشوف ماكو أصدقائك وياك انتبه لأن كلهم ماتوا. فهنا تشوف هذا ويف 5 حتطلع لك حيوانات تنطيك ديزيز، يعني تخلص دمك إذا طختك. لاحظ راح يجيك زومبي كهربائي، راح يجيك زومبي ناري، تنتبه الكهربائي راح يتفجر عليك، والناري يعني بسرعة يمص الدم مالتك، يعني الهيلث مالتك ينتهي بثواني، فتنتبه لهذا الشيء. يعني تخلي زومبي أبو النار وبالكهرباء يصيرون قريبين عليك. بنفس الوقت طبعا أنت تقدر تمدك وتقدر تحط درع لنفسك، فانتبه هذا الشيء حلو. فإذا حاولت إذا ردت تدخل للمهمة حاول انك تدخل فول سناكات وفول درع عندك، انتبه لهذا الشيء. فاذا انت متت وصرت انت سبكتيت راح بالفعل تجيك الملابس، لان اصدقائك ما ماتوا، بس اذا كلكم متوا وطلعك من الجيم فايم سوري، راح تعيده تلعبه مرة ثانية، لان لازم تنهي الجيم وتكون انت سيرفايفر، يعني انت وجماعتك عايشين، يعني حتى لو انت متت جماعتك بقوا عايشين وخلصوا الويف. لاحظ هذا ويف 10، شوف ايش قص صعب يطلع هنا دخان اخضر يطلع من عنده مثل العجوز، باوع بدوا ويموتون العجوز هاي الصيح، فتجيب الزومبي عليك. لاحظ الناري يجيك ناري سريع جدا، وبنفس الوقت هو اللابس درع يعني ما يموت بسرعة. فهنا أنا أخذ الحذر بهذا الموضوع، أو حاول أنك لا تتقرب عليه وحاول أقتله من بعيد. الحمد لله بعد ما خلصنا العشرة ويف، هنا تجي تشوف الملابس، ملابس اسطورية وخيالية وخرافية طبعا، وراح تكون نادرة، ما راح تجيك هاي الملابس كل يوم، بالإضافة إلى القناع وياهم، يعني قناع راح تشوفه. طبعا ملابس وقت محدد لها بس بالهالوين، بعدها ما راح تشوف هاي الملابس، تقدر تدمج عليهم هواي اشياء لان ملابس حلوه ونادرين، بالاضافه الى القناع. طبعا القناع حلو ونادر وما راح تقدر تشتري الا عبر هاي المهمه، فاذا خلصت هاي المهمه راح يجيك هذا القناع بالاضافه الى 100,000 الى الملابس. تحياتي لكل حبايب، اتمنى من الله انه عجبكم هذا المقطع. حياكم الله ديسكورد تليجرام، لاي مساعده تحتاجها بعالم جراند. وصلت حبيبي، وان شاء الله دائما نشوفكم بالبثوث تجمع الـ LS باليوتيوب. Peace for love ومع السلامه.